السلام عليكم ورحمة الله. أنا حبيت برك نسأل سؤال. دوكا شفت في القنوات الخاصة أنه الهلال الأحمر أرسل أطنان من المساعدات للصحراويين. وين كان الهلال الأحمر في زلزال ميلا؟ كاش واحد شاف الهلال الأحمر في زلزال ميلا وعائلات المشردة؟ كاش واحد شاف الهلال الأحمر في العائلات اللي تشردت بعد حرائق الغابات اللي هجروا ديورهم وتحرقت ديورهم؟ كاش واحد شاف الهلال الأحمر أطنان من المساعدات؟ الشعب الصحراوي هذا راهو عايش من الخزينة العمومية أحسن من الشعب الجزائري قسما بالله. يداووا في المستشفيات العسكرية الجزائرية، الفنادق الجزائرية للصحراويين باطل، الدراسة في الجامعات عندهم منحة خاصة. ما فهمتش أنا يا ما فهمتش من الأولى بالخزينة العمومية، هذا الشعب الصحراوي ولا الشعب الجزائري؟ ما فهمتش شكون الاولى بالخزينه العموميه. وين كان الهلال الاحمر في الازمات اللي صارت، في الفيضانات، في الزلازل، في الحرائق الغابات؟ وين كان الهلال الاحمر هذا؟ علاش هذا الهلال الاحمر يظهر فقط مع الصحراء الغربيه، يبان مع الصحراء الغربيه ويعود يختفي مع الصحراء الغربية؟